Ich heiße Lin, ich komme aus Syrien, ich bin 16 Jahre alt, ich liebe dich, das genug. Hallo? مرحبا، أنا من جديد رجعت. الحمد لله نحن وصلنا على ألمانيا من حوالي 3 أشهر. أنا كتير كتير مبسوطة الحمد لله أنه وصلنا بالسلامة بعد كل الصعوبات اللي اجتزناها. الحمد لله وصلنا بخير، شفنا البابا، يعني عن جد فرحتي لا توصف. بشكركم كتير إنكم يعني تعاطفتوا معنا وتعاطفتوا مع قضيتنا. وقت جينا لهون أول شيء يعني هي بلد جديدة علينا، بس ما بتحسي انه انت غريبة. الناس طيبين كتير، يعني وين ما بتروحي انت ما بتخافي، ما بتفكري انه ممكن حدا بالشارع يجي يأذيكي. جينا مشان نرتاح، يعني هي اكتر شغلة فرحنا انه حصلنا على الامان، ارتحنا هون لحتى نعيش بدون اي خوف. كنا بسوريا نخاف من اي شيء، باي شيء كنا حذرين. اذا بدنا نطلع هالمشوار نحن حذرين رح يصير شيء، يا ترى رح نقدر نرجع على البيت؟ عم نقدر نتامل كل شيء، عم نتفرج، كل شيء جديد، كل شيء حلو الحمد لله. انا واختي بنتسلى كثير وقت نمشي، يعني بدي اخلق انه بنطلع بنتفتل وبنرجع. مبسوطه وبنفس الوقت زعلانه لاني تركت وطني، وبس مبسوطة بنفس الوقت لأني جيت وتعرفت على ألمانيا ورح أتعرف على مجتمع تاني. أنا كتير يعني هيك زعلانة بس لأني تركت وطني، هذا الشي طبيعي إنه رح أزعل وكل العالم بتزعل لما تترك وطنها. بحن لبيتنا، بحن لرفقاتي، لأهلي، لقرايبيني، يعني كتير اشتقت لهم. دائما هي بذاكرتي رغم كل شي حلو هون، أكيد في شي حزين جواتي. وبدي اقول لكل رفقاتي اولاد بلدي اللي من عمري، الشباب، نسبة الشباب اللي هلا عم تجي هلا، بدي اقول لهم انه ما يخافوا على الطريق، يكونوا قوايا مشان يوصلوا بالسلامة، لانه هو يعني فرحة الوصول لهون بتكفي، رح ينسوا كل التعب اللي تعبوه. وبتمنى انه يضلوا صامدين، بدي اقول لهم انه يكملوا طريقهم بقوة، يدرسوا، ما ينسوا هن ليش جايين، يخلي ببالهم هدف لحتى يقدروا يوصلوا لهذا الهدف.